أجيب لك في مايلي موجز لي أمانة ومن أخبار دي مستوى الموافق 23 مايلي سنة العام 2021. إصابة شخصين على الأقل في هجوم مسلح على مسجد الجرني بولاية غربي دارفور. والاستخبارات تعتقل مواطنا في النيل الأزرق لنحو أسبوعين. بلاغ شهداء عبرة وتحديد 24 مايو للنطق بالحكم في قضية حنفي عبد الشكور. الجمعة بدء الصباعين بفيروس كورونا في ولاية الجزيرة وإضراب عن العمل بمستشفى دبلي بولاية جنوب كردفان. الجزائري يستمتع موقف أفريقيا الرافض للمقترح الذي يدعو لتوسيع مظلة الوساطة بضم 4 دول ويقول أثيوبيا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح. لا تزال أزمة مياه منطقة بوت ولاية النيل الأزرق مستمرة وفق قلق بالغ من المواطنين ومناشدة للسلطات بحل المشكلة فورا. خليكم في البيت واتبعوا الارشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يرضي العافية للجميع والى اللقاء. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيد وعافية.